May I now introduce His Excellency Sheikh Khalifa bin Yassin bin Mohammed Al Thani from the Qatar Chamber of Commerce. He is indeed the chairman of the Qatar Chamber of Commerce. And the Chamber of Commerce has been enormously generous in the support you've given us today. And indeed, your support has made this wonderful gathering possible, sir. Thank you. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. أصحاب السعادة، السيدات والسادة الحضور الكرام، يسرني في البداية أن أنقل لكم تحيات أعضاء غرفة تجارة وصناعة قطر، كما يسرني أن أتحدث إليكم في هذه القمة الاقتصادية العربية البريطانية الثانية، والتي تعقد في ظل ظروف وتغيرات عالمية، وفي إطار تعزيز التعاون بين المملكة المتحدة والعالم العربي. إن العلاقة التي تربط بين العالم العربي والمملكة المتحدة هي علاقات تاريخية وقوية، وتشمل كافة النواحي والمجالات، خاصة على صعيد الاقتصاد والاستثمار. فالمملكة المتحدة شريك تجاري واقتصادي موثوق وقوي، كما أن هناك الكثير من الاستثمارات المتبادلة بين الجانبين في كافة القطاعات، ونحن على يقين بأن الفترة المقبلة ستشهد مزيداً من التعاون المثمر بين الجانبين، لا سيما في ظل توفر الرغبة المشتركة والأكيدة نحو تطور علاقات التعاون في آفاق أرحب. وتقوم غرفة التجارة العربية البريطانية بدور مهم على صعيد الترويج لعلاقات التجارة والاستثمار بين المملكة المتحدة والعالم العربي، وذلك منذ تأسيسها عام 1975، حيث يأتي انعقاد هذه القمة الاقتصادية العربية الثانية في إطار تعزيز علاقات التعاون والشراكة بين الدول العربية والمملكة المتحدة. أصحاب السعادة الحضور الكرام، ترتبط دول مجلس التعاون الخليجي بعلاقات خاصة وتاريخية مع المملكة المتحدة في مختلف المجالات، وخصوصا التجارية والاقتصادية، وتعتبر دول الخليج العربي مجتمعة بمثابة سابع أكبر سوق لصادرات المملكة المتحدة، حيث يبلغ إجمالي التبادل التجاري بين دول الخليج العربية والمملكة المتحدة أكثر من 33 مليار جنيه استرليني في العام الماضي. وفي هذا السياق، فإننا نرحب بمفاوضات التجارة الحرة بين المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي، والتي انطلقت قبل بضعة أشهر وتأتي في أعقاب الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي. فإننا نأمل أن يتم التوصل إلى اتفاق في القريب العاجل، حيث من المتوقع أن يؤدي توقيع اتفاقية تجارة حرة بين الطرفين إلى زيادة حجم التجارة البينية إلى مستويات أعلى، إضافة إلى إتاحة المزيد من فرص الاستثمار بين المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي. كذلك ترتبط دولة قطر والمملكة المتحدة بعلاقات وثيقة وممتدة وتغطي أغلب المجالات، وهذا يتضح من خلال حجم الاستثمارات المتبادلة والتجارة البينية وعقد الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تشمل مختلف المجالات. وقد بلغ التبادل التجاري بين البلدين 4 مليار جنيه استرليني خلال العام الماضي، بنمو يزيد 50% مقارنة مع العام السابق، مما يجعل المملكة المتحدة شريكاً تجارياً واستثمارياً مهماً لدولة قطر. الحضور الكرام، كما تعلمون جميعاً، تستضيف بلدي قطر اعتباراً من 20 من هذا الشهر نهائيات كأس العالم لكرة القدم فيفا 2022، ويسرنا مشاركة كل من منتخبي إنجلترا وويلز في هذا المونديال، ونتمنى لهم كل التوفيق. كما نطلع إلى رؤيتكم جميعاً في قطر خلال هذه الفعالية العالمية التي تقام لأول مرة في دولة عربية وفي منطقة الشرق الأوسط وفي مدينة واحدة. ختاماً، أكرر شكري لكم جميعاً، متمنياً أن تسهم هذه القمة في إضافة مزيد من الزخم على علاقات التعاون العربي البريطاني المشترك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.